الآن حبايبي سوف نكمل بحل أمثلة إضافية. طبعا السؤال نفسه: أوجد الناتج وحدد هل العدد الأول يقبل القسمة على العدد الثاني أم لا، وأيضا تحقق من صحة الحل. الحصة السابقة كنا دائما نأخذ نقسم منزلتان على منزلة واحدة، الآن عندي ثلاثة منازل على منزلة واحدة، هل تختلف الطريقة؟ طبعا لا، الطريقة لا تختلف، نفس الطريقة، لكن قد تكون عملية القسمة أطول، تمام؟ على حسب المسألة، والآن رح نشوف مع بعض. طيب حبايبي، أول خطوة رح نرسم رمز الخوارزمية، تمام؟ وأنا رسمته. بعدين حنرتب الأعداد، زي ما ذكرنا هذا اسمه المقسوم، بنحطه وين؟ في الداخل، المقسوم عليه في الخارج. يلا، إذا في الداخل حنحط 682، تمام، وفي الخارج حنحط 3. يلا رتب شغلك، تحت الثلاثة ايش حنعمل؟ حنكتب جدول الضرب. يلا، 1 في 3 3، 2 في 3 6، 3 في 3 9، 3 في 4 12، وعندي 3 في 5 15، وعندك 3 في 6 18، و3 في 7 21، وأيضا 3 في 8 24، و3 في 9 27، وأخيرا 3 في 10 30. طبعا هو بكفيني لحد 3 في 9، بكفي، تمام. كتب جدول الضرب. شو كمان بكتب؟ بكتب خطواتي عشان ما أنسى. يلا، قلنا شو الخطوات؟ أول شيء حكينا اقسم، شو أول خطوة؟ تمام، بدك تقسم يعني أقسم. 2 أضرب، 3 أطرح، 4 نزل رقم، 5 أكرر الخطوات، تمام. يلا، أنا هيك جهزت كل أموري، ببلش أقسم. يلا حبايبي، نجيب الألوان اليوم ونلون عشان أحلى وما نتلخبط. يلا، أول شي يا مس، أنا بقسم على كم منزلة؟ على منزلة واحدة، فبتبدأ تأخذ من العدد الموجود تحت القسمة أو في الداخل، تأخذ منه بالأول منزلة، تمام. إذا أنت لما تقسم على منزلة بتبدأ تأخذ من هون منزلة، عم نقسم على منزلة، نبدأ ناخد من هون منزلة. من وين نبدأ ناخد المنازل؟ حكينا من اليسار، تمام؟ هيك، يلا، يعني مش تبدأ تاخد من عند 2، خطأ، تبدأ من اليسار، تبدأ من المنازل الكبيرة، تمام؟ يعني إذا كان عندك مثلا عدد 11، تبدأ بالعشرات، إذا كان العدد عندك زي هون 10، 100، بتبدأ بالمئات. يلا، حبدأ بالستة، بقول ولازم الستة شو تكون؟ أكبر من الثلاثة، لازم تكون أكبر. طب لو كانت أصغر يا مس، هلأ منشوف بالمثال اللي بعده، تمام؟ إذن زي ما حكيت، أول شيء أنا عم بقسم على منزلة واحدة، فببدأ من هون أخذ منزلة واحدة، بأخذ أول منزلة على اليسار، ولازم تكون أكبر من المقسوم عليه. طيب باجي بقول الستة أكبر من الثلاثة، تمام؟ إذن أنا بس حبدأ في مين؟ حبدأ بس بالستة، لونها عشان تشوفها إنه أنت بس هي هلأ اللي ماخدها. يلا حبلش أقسم. 6 تقسيم 3، في بجدول الثلاث 6 طبعا، هيها موجودة عندنا هون. يلا، تمام، مين بضربه بالثلاثة بيعطيني 6؟ مين؟ الاثنين. إذا كم حيكون الجواب عندنا فوق؟ الاثنين، تمام. يلا قسمت، هلأ بضرب 2 في 3 6، وين بكتب الجواب؟ بكتبه تحت المنزل اللي أنا أخذتها وقاعدة بقسم، يعني العدد اللي أنا أخذته مين؟ الستة، هو اللي قاعدة بقسمه على الثلاث، هو بكتب تحته جواب الضرب، ما بتقرب على 2 و8، تمام؟ أنت عينك كأنه ما فيش قدامك إلا مين؟ 6. 2 في 3 6، فبكتب تحتها 6، تمام؟ بعدين ببلش أطرح، 6 ناقص 6 0. بعد ما طرحت، تمام، جنب جواب الطرح اللي جبته بنزل رقم من الأعلى. مين رح أنزل يا رابع؟ 8 ولا 2؟ إحنا مش بنمشي بالترتيب من اليسار لليمين،
تمام؟ مين جنب الستة على طول؟ مين جنبها على طول؟ التمانية. إذا هلأ مين اللي راح تنزل تحت التمانية؟ طب أنزل الاثنين معها؟ لا، أنا بنزل رقم رقم، بنزل رقم رقم، ممنوع تنزل رقمين، ممنوع تنزل رقمين. إذا جنب جواب الطرح اللي إحنا جبناه بدنا ننزل رقم، لازم تبدأ تنزل بالترتيب. إحنا خلصنا الستة، هلأ مين ده تنزل؟ التمانية. طيب هنزل التمانية، تمام؟ اقرأ الرقم اللي صار عندك. طبعا زي ما قلت الصفر اللي على الشمال لا يقرأ، صار عندي تمانية. طيب هلأ بقسم تمانية على ثلاثة، تمانية على ثلاثة، بصير أقول مين بضربه في الثلاثة بيعطيني تمانية. طيب تعالوا ندور في جدول الضرب، في عدد نضربه في الثلاثة يعطينا تمانية؟ لا. طب وين التمانية موجودة؟ بين أي جوابين؟ بين أي جوابين؟ موجودة بين الستة والتسعة. طيب إيش بعمل؟ قلنا الكبيرة عطول إكس، ناخد الجواب الصغير. طيب اللي هي الستة، ما حناخد تسعة، تمانية ما في، أوكي؟ هي محصورة بين ستة وتسعة، الجواب الكبير ما بناخده، حناخد الجواب الصغير. طب مين تضربه في الثلاثة بيعطيك ستة؟ الاثنين. إذا إيش حيكون عندي هلأ الجواب اللي فوق؟ حاخده اثنين، تمام؟ يلا هلأ شو بعمل بهاي الاثنين؟ إذا إحنا قسمنا تمانية على ثلاث، قسمنا اثنين، هلأ بنرجع إيش نعمل؟ نضرب. شو بنرجع نعمل؟ نضرب. مين بضرب؟ بضرب الاثنين، يعني دائما كل جواب تكتبه هو اللي بتضربه. انت كتبت اثنين، تمسك الاثنين تضربها في الثلاثة، اثنين في ثلاثة ستة. وين بكتبها؟ تحت العدد اللي اخدته وبلشت اقسم فيه، تمام؟ اللي هي الثمانية. فاذا نقول اثنين في ثلاثة ستة، وين بكتبها؟ تحت الثمانية. يلا بعد ما ضربنا منبلش نطرح، تمام؟ ثمانية ناقص ستة اثنين. طبعا هذا الصفر نزلنا او نزلنا ما له قيمة. طيب اذا احنا خلصنا، هلا شو بنعمل؟ بننزل رقم. مين ضل الرقم اللي ما تنزل؟ انت هلا الست خلصت منها والثمانية نزلناها خلصنا منها، مين الرقم اللي ضل؟ ضلت الاثنين. شايفين كيف بنمشي؟ بنبدأ من اليسار لليمين نخلص فيهم واحد واحد. ضلت الاثنين، شو بعمل فيها؟ بنزلها جنب جواب الطرح، تمام؟ بتنزلها جنب جواب الطرح، ودائما يا مس الأرقام اللي بننزلها نكتبها جهة اليمين، دائما بنكتبها جهة وين؟ اليمين، يعني على يمين جواب الطرح. يعني أنت لما طرحت 8 ناقص 6 طلع 2، الرقم اللي بتنزله بعدها أوعك تنزله على يسارها، بتنزله وين؟ على يمين جواب الطرح، اللي هو هون يمين، هذا جواب الطرح، تمام؟ على يمينه بتكتب أو بتنزل الرقم. طيب صار عندنا 22، صار عندنا 22. هلا بنقسم 22 على 3. يلا هنيجي نقول 22 تقسيم 3، مين بضربه في 3 بعطيني 22؟ تعالوا نشوف، في عدد تضربوه في 3 22؟ لا. طب ال 22 بين اي جوابين موجوده؟ موجوده بين ال 21 وال 24 هون، تمام؟ يلا حكينا الكبير الجواب ما بناخده، رح ناخد الجواب اللي هو كم؟ 21. طب مين انت ضربت في الثلاثة اعطاك 21؟ السبعة. مين؟ السبعة. فاذا حكتب فوق سبعة، تمام؟ يلا هلا شو بعمل في السبعة؟ بضربها في الثلاثة، باجي بقول سبعة في ثلاثة 21. وين بكتب الواحد وعشرين؟ تحت العدد اللي اخدته وبلشت أقسم فيه، فبكتب 21، تمام؟ وهلأ إيش بعمل؟ بطرح. طبعاً قلنا الطرح دائماً منبلش نطرح، دائماً الطرح أو الجمع لما تجدك تطرح عمودي أو تجمع عمودي، من وين منبلش يا رابع؟ من اليمين. من وين منبلش؟ من اليمين. ولازم لما أطرح دائماً اللي فوق يكون أكبر من اللي تحت، وإلا نقوم بعدها بالاستلاف لو ما صار معنا هيك، لكن هون أموري تمام. بقول 2 ناقص 1 واحد، 2 ناقص 2 صفر، يعني كم الباقي ضل معاي؟ واحد. طب ضل اشي يا مس جنب جواب الطرح ننزله؟ لا، خلصنا الستة والثمانية والاثنين. اذا هيك انتهت عملية القسمة. ناتج القسمة 227، باقي القسمة واحد، بما انه في باقي اذا العدد 682 لا يقبل القسمة على 3.
تمام. وفيك كمان انت اصلا قبل ما تبدا زي ما قلنا الثلاثه لها قاعده معروفه درسناها مع بعض في اول السنه، حكينا متى العدد يقبل قسمي على ثلاثه؟ اذا كان مجموع ارقامه يقبل القسمة على ثلاث او موجود في جدول ضرب الثلاث. يعني مثلا لو جينا جمعنا 2 زائد 8 10، 10 و 6 16، في بجدول ضرب الثلاثة 16؟ لا. اذا كمان هذا واضح من البداية انه لا يقبل القسمة على ثلاث، شايفين؟ عشان هيك ضل عندي باقي في المسألة. طيب شو باقي اخر خطوة اللي تحقق من صحة حلك؟ يلا هنيجي نكتب هنا التحقق. يلا قلنا شو بنعمل في التحقق يا رابع؟ يلا قلنا منيجي يا مس، شوف الأعداد اللي فوق في الخارج مين هم؟ هي 227 و3. شو بتعمل فيهم؟ تضربهم ببعض والجواب تجمع له مين؟ الباقي. يعني حاجة أقول 227 تمام عند التحقق، 227 اللي هو ناتج القسمة تضربه في المقسوم عليه 3 وبتجمع لهم مين؟ الباقي. يلا أول شيء قلنا عندنا دائما ضرب وجمع كأولويات، أول شيء بنضرب بعدين بنجمع. باجي بضرب 227 في 3، طبعا هاي برضو بدي أرتبها عمودي. شو بدي أعمل فيها؟ أرتبها عمودي. يلا نبدأ نضرب 3 في 7 21، 1 في اليد 2، 3 في 2 6 و 2 في اليد 8، 3 في 2 6. طلع معاي كم؟ 681. إذا هدول كم جوابهم صاروا؟ تمام 681. هلا مين بجمع لهم؟ الواحد. كم بيعطيني؟ 682. هذا الجواب النهائي. تمسك هذا الجواب النهائي بتروح بتشوفه، إذا هو العدد اللي جوا القسمة، هو العدد اللي جوا القسم اللي هو سميناه المقسوم، إذا حلك صح. هل هو نفسه ولا مو نفسه؟ نفسه. إذا بقول أنا حلي يا مس صحيح. إذا أنت بتقدر تصلح لنفسك مسألة القسمة.